أليكسي نعمي، مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني، صار معنا جاهز ليخبرنا أكثر عن هالموضوع والأرقام اللي سجلوها بالساعات الماضية. بونجور أليكسي. صباح الخير، يعطيكم العافية. أنت كمان تفضل. إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا، في عنا 24 حادث، 33 إصابة، كان في من ضمنهم 3 حالات حرجة بالإضافة لقتيل واحد للأسف. نعم. بيروت 5 حوادث، 5 إصابات. جبل لبنان 12 حادث، 13 إصابة وقتيل. البقاع 4 حوادث، 10 إصابات. الشمال حادثين، 3 إصابات، والجنوب حادث واحد وإصابتين. تتوزع أنواع الحوادث بين مشاة، دراجات نارية، سيارات وشاحنات. أما الأسباب انقسمت بين سرعة واللي هي النسبة الأعلى، مصدر إلهاء، وانزلاقات بالمناطق خصوصا المناطق الجبلية. أما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرع الإسعاف الطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 457 مهمة موزعين على 271 حالة طوارئ، 169 نقل مريض عادي، و17 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى. هذا كل شيء ال 24 ساعة اللي قطعوا. كمان عم نذكر المواطنين ونشدد عليهم الانتباه خلال الساعات القادمة، لأنه رح يكون الوضع شوي أمطار متفرقة، شوي ضباب على المرتفعات. بقى ينتبهوا كثير منيح، لأنه عن جد وضع السيارات كمان مش ميكانيكيا كتير القطع فيها منه منيح، بقى ينتبهوا صحيح. كثير منيح خلال القيادة وما يكون في تهور. ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك أليكسي، شكرا لك العناصر الصليب الأحمر، يعطيكم ألف عافية.